يعطيكم العافية يا شباب ويا صبايا، وأكتشلي يا صبايا. كيف حالكم؟ إن شاء الله مستعدين لامتحان بكرة. الحمد لله دكتورة، أنت كيف حالك؟ الحمد لله، مشتقيت لكم والله، زمان عنكم. هلا طبعا احنا اليوم ما رح نشرح شيء، اليوم انا موجود اجاوب اسئلتكم، اذا في عندكم اسئله احكي لكم عن امتحان الفاينل واتاكد منكم من علامات البونص. يعني سوري انا اكيد انت فكرتوني نسيتهم، بس انا كنت كتير مشغوله، بس بدي اتاكد. بعرفش اذا اللي لهم بونص موجودين عندنا، لاني كنت افرغ علامات البونص هلا من الايميلات، من النوتس اللي انا كاتبيتهم. سالي أفيوني إلك بونص علامة، وسارة حماد إلك بونص علامتين، وبشعبة أحد ثلاثة خميس ريم عيسى إلك بونص علامتين، ونور حبيشة إلك بونص علامتين، و that's it. هدول اللي عندي لحد الآن. في حدا أنا نسيته؟ طيب لعبتكم أنا على كهوت كويز قبل هيك؟ دكتور صح، I have no idea what that is. حسيت لا، أنا يعني كهوت هو app، يعني هو interactive tool for conducting quizzes، فأنا usually بلعب طلابي عليه خلال الفصل، فإذا ما لعبتكم عليه وإذا كنتوا حابين هلأ بلعبكم عليه، إذا if you want، يعني إذا ما بدكم عادي. بس خليني أول إشي أشوف أنتوا إذا عندكم أسئلة، في أسئلة يعني معينة حابين تسألوني إياها. Honestly, doctor, we just kind of want to نستسفر عن الكويز، I mean عن الفاينل هيك، إنه نشوف إنه what are the tricky questions, what are, which we The focus quiz on. قصدك الفاينل اكزام مش كويز؟ Yeah, the final. اوكي طيب، هلا رح احكي لكم عنه. يا ناتالي دكتورة، أنا عندي هلا سؤالين. الأول إنه لما كنا ندفع بالشابتر 5، لما كان يحكي لي إنه الريترن بنقصه والديسكاونت، هلا أنا ما فهمت ليش كمان ما بنقص اللي هي تعون الشحن، الـ FOB shipping point، لما أنا بدي أدفع تعون الشحن أصلاً ما ليه بدك تنقصيهم تعون الشحن؟ أنت تدفعيهم زيادة، الديسكاونت بيعمل ريدكشن بالبرايس، لكن الشحن أنت بتدفعي زيادة على البرايس، فليه أنت بدك تنقصيه؟ يعني هاي أول الشحن نقطة. قصدك زي تعون الدليفري؟ ما أنا بالأخير بالضبط زي تعون الدليفري، يعني أنت لما تشتري برجر وحقها 5 دنانير وصل لك اياه ماكدونالدز بدينارين، مثلا بس ان توتال حيكون 7، ليه ما اكتب انه 7؟ ليش ما لانه شرحت انا وقتها بالمحاضره انه الدليفري تشارجز عاده ما بتندفع لنفس الشركه، الدليفري تشارجز بتكون لارامكس، بتكون لشركه التوصيل، لفيدكس، لحسب مين هي الشركه. فاللي عليه يدفع الترانسبورتيشن كوست ما رح يدفع للسبلاير اللي باعني البضاعه، او اذا انا حتى انا السبلاير او انا السيلر ما رح أدفع الترانسبورتيشن كوست دايركتلي لحدا، أنا بدفعهم لشركة الشحن. عشان هيك بس تسجلها لحالها، يعني بالضبط عشان هيك الذمم تبعيتها اللي هي الأكاونت بيبل أو الأكاونت ريسيفبل رح تكون مفصولة عن الدليفري تشارجز كوست، لأنه هدول بندفعوا لشركة الشحن دايركتلي، يعني لفيدكس أو لأرامكس أو هكذا. أوكي أوكي تمام. وعندي سؤال تاني، كان إنه زي المعادلة اللي بيكون فيها variables مش موجودين، كان في واحدة هيك سي رقمها يعني مخبية تنتين علي بس بنفس المعادلة، فما عرفت أحلها، فمش عارفة إنه اللي هو سؤال ال financial statement، ال income statement بشابتر 5. بس كان في واحد اللي بتكوني مخبية علي، عرفت أحلهم كلهم إلا سي، إنه كان طيب two variables one عليه عشان نشوفه مع بعض. أوكي تمام. أنا آخر الفصل بصير هيك شكل الديسكتوب تبعي، فعادي ما تتفاجئوا فيه.
أي واحدة اللي بدك إياها؟ اللي هي سي. هو عموما ما بعرف إذا أنت انتبهتي الإكسبلينيشن مكتوب تحت. أيوه. ما فهمت على. Goods sold less gross profit find the cost merchandise purchase. خليني طب أشرح لك إياها أنا بطريقتي. هلأ الميسنج عندي هون two information. أول واحدة اللي هو ال cost of merchandise purchase. تاني واحدة ال cost of goods sold. هلأ أنت ما رح تقدري توجدي ال purchase unless إنك أنت بتعرفي ال cost of goods sold. هلأ ال cost of goods sold غير إنك أنت بتوجديها من هاي المعادلة اللي هي beginning inventory plus purchases minus the ending inventory. في إلها معادلة تانية اللي هي ال sales minus the cost of goods sold بيطلع عندك gross profit صح؟ فبما إنه the gross profit موجود بما إنه sales موجود صفى عندي بس missing اللي هو the cost of goods sold. فبيكون the first step تبعيتك إنك تلاقي the cost of goods sold بإنك أنت تقولي 36,000 اللي هي sales minus x اللي هي cost of goods sold لازم يطلع عندي gross profit اللي هو 3750. حلي المعادلة بيطلع معك gross sorry cost of goods sold 32250. بعدها تستخدمي معادلة cost of goods sold اللي هي beginning plus purchases اللي هي x عندك هون minus ending inventory لتلاقي cost of goods sold اللي هي 32250. فبتطلع معك purchases 33750. فالفكرة هون إنك أول إشي توجدي الـ cost of goods sold من معادلة الـ gross profit بعدين تستخدمي معادلة الـ cost of goods sold اللي أنت بتعرفيها. تمام؟ أوكي تمام دكتور يسلموا. أهلا. أي سؤال تاني على هذا السؤال يا شباب قبل ما أسكره؟ دكتور في الامتحان رح يجي لنا سؤال زي هيك طويل إنه يس يعني في سؤال بالامتحان طويل شوي هذا مش طويل مش هيك okay no it's kind of like a word puzzle you know what I'm saying like you have to يعني ممكن يجيكم يعني بس صراحة يمكن ما أكرر يعني نفس الأفكار خمس مرات يعني يعني عرفتي يعني أنا إذا بدي أجيب هذا ال question كنا قصه يعني ممكن أجيب لكم سنتين أو ثلاث يعني اوكي تمام اوكي يعني بس يعني it could be انه يجيكم هذا لا يعتبر طويل في بضمن اسئله الفاينل هلا احكي لكم عنهم اطول سؤال اللي هو سؤال journalizing the merchandise inventory وهذا اطول سؤال يعني هي عليها focus chapter 5 مش سامع يا ريم ايه is there like a focus on chapter 5 لا صراحه الامتحان comprehensive يعني في اسئله على كل chapters تمام اوكي طيب قبل ما أحكي عن امتحان الفاينل any more questions يعني related للمادة يا ريكاردو يعطيك العافية دكتورة الله يعافيك دكتورة بدي أسأل بس على نقطة بشابتر 3 ما فهمتها كثير اللي هي overstated or understated هلأ صراحة هذا التوبيك بده مني تقريبا نص ساعة لأشرح لك إياه يا ريكاردو يعني أنت سألتني كتير إشي جنرال زي كأنك تيجي تقول لي مش فاهم يعني إيش تحكي لك مش فاهم يعني كيف أعمل بالانس شيت which is بده مثلا مني نص ساعة أنا أشرح لك إياه أنا ما عندي مشكلة أرجع أشرح لك إياه بس يعني بخليك للآخر بشرح لك إياه لحالك لأنه ما بدي الطلاب يستنوا نص ساعة لأنه معظمهم فايتين يسمعوا عن امتحان الفاينل أتوقع فخليك للآخر بشرح لك إياه بس صراحة يا ريكاردو ما في إشي to say other than اللي حكيته أصلاً بالمحاضرة يعني الموضوع يعني أنا لما شرحته بالمحاضرة شرحته إن كتير details يعني عادة الدكاترة بشرحه بخمس دقائق يمكن أنا خصصت له محاضرة تقريباً أو نص محاضرة فأكتر من اللي حكيته بالمحاضرة صراحة ما عندي يعني إشي أحكي لك إياه فأنت حضرت الريكوردينج وستيل ما فهمته دكتورة أنا مش قادر أوصل للريكورد بالإيميل يومين هيك معي إيش بقطع صوتك الإيميل اللي عندي صار له يومين هيك معلق بخلينيش أدخل على الصفحة نفسها أنا حتى الريجستريشن سيستم برضو كان معلق معي صار له ساعة أنا كنت عم بحاول أنزلكم علامات البونص على السيستم ومش راضي وبعت للإيليرنينج عشان يصلحوه anyway يعني الأفنشل الإيليرنينج رح يزبط معك ف يعني ببعث لك اذا بتحب الريكوردينج تبع المحاضره اللينك تبعه على اساس تفتحه بدون ما تضطر تفوت على الاي ليرنينج از ذس ا جود سوليوشن فور يو انا ابعث لك المحاضره
خلص أنا بعت لك المحاضرة لأنه بعتليها لو سمحتي. لأنه قد ما أشرح لك صراحة مش رح أشرح زيادة عن اللي حكيته، يعني شرحته بكتير ديتيلز، فببعت لك الريكوردينج تبع المحاضرة اللينك بحيث إنك تفتحه وتفرج عليه. إذا ستيل كان عندك مشكلة ما فهمت من الريكوردينج، ليت مي نو، بنرجع نعمل ميتينج المساء أنا وياك لحالنا. أوكي تمام دكتورة، شكرا كثير. أهلا. في أسئلة تانية يا شباب؟ طيب نحكي عن امتحان الفاينل. امتحان الفاينل أنا صراحة خلصته، أنا كنت ببلش فيه من أسبوع بس ما صح لي أكمله إلا مبارح بالليل، يمكن خلصته على 3-4 الصبح، بس still يعني هو subject change، يعني ممكن أنا اليوم أرجع أعدل عليه minor changes، بس anyway لحد الآن هو 23 سؤال. برجع بحكي 23 سؤال في أسئلة بدها 30 ثانية، مش إنه 23 سؤال طوال، بس هو طبيعة ماجراهيل يعني ما بنرتب الأسئلة المالتيبل تشويس مع بعض بحيث إنه يكون one question A B C D، لا، فإنه بيكون في أسئلة true false، أسئلة مالتيبل تشويس بدهم 30 ثانية أو دقيقة لحتى تحلهم، وعددهم منيح يعني أسئلة المالتيبل تشويس بالامتحان. في أسئلة مالتيبل تشويس حل يعني بدها منك دقيقتين 3-5 دقائق، يعني مش كل أسئلة المالتيبل تشويس نظرية، في أسئلة حل وفي أسئلة نظرية. فهم لحد الآن 23 سؤال، يعني إذا غيرت بشيل سؤال بزيد سؤال مش أكتر من هيك. الأسئلة في إشي نظري multiple، يعني multiple choice أو true false وهيك. في أسئلة drop down list منيو يعني زي matching، إجاكم عليها أسئلة زي هيك على الكويزز والميدترم، يعني ما في طبيعة أسئلة جديدة بالنسبة لكم. journalizing أكيد في كتير journalizing، هذا إشي مفروغ منه، journalizing ل journal entries عاديين زي chapter 2، journalizing ل adjusting entry، journalizing ل closing entry، journalizing ل merchandise company، journalizing ل correcting entry، كله رح يجيك، كل ال entries اللي تعلمتهم كلهم رح تنسأل عنهم، إما journal entries وإنت بدك تعبي debit وcredit أو multiple choice أو كيف ما كان راح تنسأل عن journalizing كتير، هي المادة أصلاً كلها journalizing، فراح يجيك journalizing عادي، adjusting entry، correcting entry، closing entries، merchandising entry، كله راح يجيك كله يعني. أوكي راح يجيك financial statements أكيد، مش شرط كاملة، ممكن أجزاء منها. راح يجيك برضو الترايل بالانس بأنواعها اللي أخذناها، الترايل بالانس العادية، الأجستد ترايل بالانس، البوست كلوزينج ترايل بالانس، كل أي ترايل بالانس ممكن تيجيك. شو كمان؟ طب يجيك أسئلة مثلاً بس بدنا الإجابة النهائية، مش شرط ديتيلز الحل مثلاً، زي كيف إجاكم سؤال الريتيند إيرنينج ستيتمنت بالميدترم، فأكيد يعني بيجيكم برضو نفس الشيء. بس يعني هاي هي طبيعة الأسئلة اللي جايتكم. هل الامتحان صعب أو سهل؟ لا الامتحان مو صعب، ما في أسئلة يعني ما في ولا سؤال أنا شايفته صعب أبدا، يعني حتى يعني ما شايفه ولا سؤال بمستوى مثلا اللي انتم السؤال اللي شفتوه صعب تبع الميدترم اللي هو تبع الغلط اللي صار بالترايل بالانس، انتم شفتوه صعب، يعني انا مش شايفه انه الفاينل فيه إشي يعني بنفس المستوى. اسئله الفاينل من ايزي لميديوم يعني مش اكتر من هيك. الكي بوينت برجع بحكي دائما تو مانج يور تايم. هلا الامتحان ساعتين، أول 10 دقايق dedicated للchecking الـ ID والexam instructions، فقديش بيضل معك؟ بيضل معك ساعة وخمسين دقيقة، يعني ساعتين إلا 10 دقايق. أوكي فامتحانكم ببلش متأخر شوي عبين ما إحنا تشيك الـ IDs وهيك، make sure إنه الكاميرا تبعيتك شغالة وإنه الـ ID معك، وإذا ما معك ID معك كتاب إنك أنت طالب بالجامعة. مش شرط أنا أكون براقب عليك، ممكن يكون إكزامينر تاني، فلأنكم شعبتين فما بعرف مين رح يكون براقب عليك، فما تفترض أني أنا بعرفك لأنه مش شرط أنا اللي أراقب عليك، فلازم يكون معك الـ ID تبعيتك، لازم تكون الكاميرا شغالة طول الوقت،
ميك شور انه ما يصير عندك تكنيكال بروبلم. المشاكل بالفاينل اصعب كمان, بتصير بدها تنزل انكمبليت وينعمل لك ميك اب وقصص يعني معقده اكثر, وبتتاخر للصفص للصيفي لحتى تمتحن الماده وتكون نسيتها. فميك شور انه ما يصير عندك تكنيكال بروبلم بليز. ميك شور انك انت يعني صرت فاميليار بالبرنامج. البرنامج لو فرز ما بيعمل سبمشن لحاله unless انت you hit submission. فإذا فرز معك لأي سبب don't panic, اصبر شوي, استنى إنه هو لحاله يرجع يشتغل. إذا ما اشتغل لحاله واضطريت تعمل restart أو إشي, ارجع اعمل login وفوت وبتكمل امتحانك عادي. ما بيعمل submission unless you hit submit. برجع بأكد على الحكي, فdon't panic إذا فرز معك الكمبيوتر أو صار معك أي إشي. اجيت تفوت على الامتحان ما رضى يدخلك من أول مرة, just keep trying, eventually رح يدخلك. صار معك أي مشكلة, الامتحان مش راضي يدخلك, مباشرة ابعت لي إيميل. ما تستنى ساعتين ويخلص يخلص الامتحان تبعت لي أنا مش قادر أدخل على الامتحان. إذا أنت حاولت مرة مرتين ثلاثة بعد ما يبلش الامتحان, بعد ما يفتح طبعا, ومش قادر تدخل على الامتحان, بليز مباشرة ابعت لي إيميل. أنا ما زبط معك ما جرهل وما قدرت, هقول لك حاول حاول بعدين أنا رح أزودك بالامتحان بطريقة تانية, بعطيك امتحان بطريقة مختلفة. إذا eventually ما زبط معك ماجرهل لأي سبب وعلق معك وضليتك تحاول 10 minutes 15 minutes مش راضي يدخلك, أنا بعطيك الامتحان. مش حجة إنه عندي technical problem أو الانترنت فاصل تيجي تقول لي ما قدمت الامتحان وتفاجئني بعد الامتحان بساعتين تقول لي أنا ما قدمت. ما رح أعمل لك incomplete, لأنه أنا لو بعدت لي على وقت الامتحان كان أنا لقيت لك حل وقدمت مع زملائك عادي. فأي واحد بصير معه technical problem لازم يبعث لي إيميل مباشرة وأنا بحل له إياه. أوكي؟ يعني it's not for you to decide إنه أنت you will not do the exam today. أنا اللي بقرر إنه you will do your exam بكرة أو لا, بناء على المعطيات اللي بتكون موجودة عندي إذا صار عندك أي مشكلة بالبرنامج. أوكي؟ طبعا بعد الامتحان ما بتطلع العلامة, هيك تعليمات الفاينل, ما رح تشوف علامتك. فبليز ما تضلكم تبعتوا لي دكتورة كيف جبت أو كيف عملت, I can't give you any grade لحد ما يوافق عليها رئيس القسم والعميد, لحد ما تطلع formally على الريجنيو يعني على registration system. يعني أنا ما بقدر أعطيك علامة قبل هيك. بس الامتحان مو صعب, manage your time. يعني أطول سؤال بالامتحان يمكن اللي هو سؤال ال journalizing the merchandise entry, يمكن فيه 10 journal entries مش متذكرة, يمكن هذا أطول سؤال. مش يعني كل journal entry المفروض ياخد معك دقيقة, يعني أنا برأيي بده 10 minutes. خلينا نحكي بدك تفكر شوي خليه 15 minutes. هذا هيك أطول سؤال, ما تقعد تلت ساعة ونص ساعة تحللي بسؤال وبعدين تقولي ما لحقت. الامتحان مش one way, فأنت شفت حالك you spend so much time على one question, leave it وروح الأسئلة تانية تقدر ترجع له. هلأ لو السؤال مطلوب فيه مثلا 10 journal entries والسؤال عليه 5 علامات أو 6 علامات, أنت لو تركت آخر 2 or 3 journal entries بروح عليك علامة. يعني مش هالقد بروح عليك لما أنت تترك سؤال شوي فاضي يعني, أو بروح عليك علامتين. يعني بالآخر ما في سؤال عليه 10 علامات أو يعني الأسئلة بتقسيم العلامات بسيط. يعني في أسئلة الطلاب يقعد 10 minutes أو 15 minutes بيحل بسؤال وعليه علامتين ومكتوب البوينت فاليو تبعيت each question. خلص إذا أنت مش عارف تحل السؤال أو عم ياخد منك وقت كتير just leave it, روح الباقي الأسئلة ورجع له إذا ضل معك وقت, لأنه الامتحان مش one way. فهاي الأدفايسز عشان إنه تساعدكم بكرة بالامتحان. الامتحان comprehensive, يعني في أسئلة أكيد على الفاينل, على مادة الفاينل, على الكوركتينج, على الكلاسيفايد ستيتمنت وفاينانشال بوزيشن, على الكلوزينج انتريز, على المرشندايز كومباني, أكيد في أسئلة. لكن برضو في أسئلة على الأدجستينج, وفي أسئلة على تشابتر 2, وفي أسئلة على تشابتر 1. فالامتحان كومبرهنسيف لكل المادة. أوكي, في أسئلة على الكوربوريشن, وفي أسئلة على السول بروبريتورشيب. يعني برضو الجهتين مغطيين بالامتحان. يمكن شوية تركيز أكتر على السول بروبريتورشيب, يمكن يعني بنسبة خلينا نقول 60% 40%. بس يعني هذا اللي عندي بحكي لكم إياه. good luck, أنا مستني منكم علامات عالية. already علاماتكم وتجميعكم كويسة, وبدي برضو تزبطوا بالفاينل وتكون علاماتكم ممتازة.
هيني حكيت لكم manage your time، يعني دائما الكومبلين اللي بيجينا أكتر إشي بأسئلة الأكاونتينج إنه كان الوقت مش كافي. بقول لك الوقت كافي لكن أنت ما عملت management للتايم، لكن أنا يعني حسبنا التايم وأنا ودكتورة أسمى وشفنا إنه الوقت كفاية، بس مش الوقت كفاية إنك تقعد تفتح السلايد لتعرف شو الجورنال إنتري، أو الوقت كفاية لتسأل زميلك لتعرف شو تحل. الوقت كفاية لحد دارس وقرأ السؤال ومباشرة بلش يحل يعني، أوكي. بس اللي بده يقعد يتململ ويفتح سلايدز ويقعد يفتش ومش عارف شو، يقعد يستنى إجابات تيجي، ما أكيد مش رح يكفي الوقت. برجع بأكد على موضوع جروبات يا شباب بليز، يعني ما بدنا طبعا تسريب الأسئلة أو خاصة الفاينل، يعني الكوبينج الأسئلة أو شيرينج الأسئلة مع أي حدا سواء بالامتحان أو بعد الامتحان مش مسموح، أوكي. يعني هو بالضبط زي كأنك أخذت ورقة امتحان الفاينل وطلعت فيها من القاعة، أنت بتعرف أنه هذا الإشي مسموح بالجامعة؟ مش مسموح. نفس الإشي sharing the questions تبعون الفاينل مش legal according لتعليمات الجامعة، فما بصير إنك to share the questions. ممكن أنت تصور سؤال تسأل عنه زميلك، مش يعني أوكي، بس ما بصير تصور كل الامتحان، ما بصير تسأل عن إجابات، ما بصير تبعت إجابات لأي حدا سواء لشخص أو لمجموعة. فبرجع بأكد عليكم بليز ما تحطوا حالكم في مشاكل. لحد الآن إحنا حاولنا to control الموضوع وما نوصل الموضوع يعني لأنه حدا ينفصل من المادة، وكل إشي صار قبل يعني أنا اتغاضيت عنه. بليز برجع بأكد بالفاينل إنه ما تكرروا نفس الأغلاط، لأنه مش دائماً أنا بقدر to protect you، okay؟ فياريت إنه ما حدا يغش بامتحان الفاينل أو يبعت إجابات أو يسأل عن إجابات على أي جروبات سواء على الواتساب أو غير الواتساب، ياريت. بس يعني هذا اللي بدي أحكي لكم إياه، وgood luck يعني لكم جميعاً. وأنا I will miss you يعني صراحة، يعني في كتير منكم خاصة اللي كانوا دائما يشاركوا معي ويسألوا، يعني ما بدي أحكي الأسماء عشان ما أنسى حدا. شكرا لكم، يعني إحنا صح وصلنا لمرحلة قال نشكر الطالب عشان بيحضر ويشارك، بس إنه شكرا لكم إنكم كنتوا تحضروا وتشاركوا، ويعني كنتوا تعطوني موتيف إني أشرح صراحة، وإن شاء الله إني ما أكون قصرت معكم، وإن شاء الله إني أشوفكم بكورسات تانية يعني، وبتمنى لكم كل الخير إن شاء الله. اوكي آية نادين تفضلي. دكتورة يعطيك العافية. الله يعافيكي. دكتورة العلامة حتطلع دايركتلي بس نخلص بس نعمل سبت. انت ما كنتي سامعة معي يا نادين؟ لا حكيت الفاينل ما بصير تطلع العلامة، هيك تعليمات الجامعة، ما بصير تطلع العلامة الفاينل قدامك، ويعني ما رح يطلع فيدباك بس تخلصي، بس ميك شور انك تعملي سبميت، ولو ما عملتي سبميت وانس انه التايم از اكسبايرد هو لحاله رح يعمل سبميت، لكن ما بتطلع علامه الفاينل، هيك تعليمات الجامعه، وممنوع اعطي علامه فاينل لحد ما رئيس القسم والعميد تو ابروف العلامات، يعني ممنوع اني اعطي علامات حتى يعني. اوكي اوكي ثانك يو. اهلا آية زينه وسام. دكتوره في مجال تحلي، بس علي صوتك بالمره مش سامع. في مجال تحلي اسئله على تشابتر 4 وتشابتر 5؟ هلا احل اسئله على تشابتر 4 وتشابتر 5؟ طب اعطيني سؤال بدك احله. تمام هلا بطلع. اوكي هلا احكي لكم شغله صراحه يعني عشان اريحك يا زينه عشان ما تدرسي زياده. اللي حليته على chapter 4 و chapter 5 بضمن لكم تجيبوا علامة فل بالامتحان الفاينل بالنسبة لأسئلة chapter 4 و chapter 5. يعني أنا already طرحت أسئلة بعدة طرق على chapter، يعني chapter 5 شو فيه؟ journalizing للmerchandise companies، وأنا أعطيتكم journalizing purchase و journalizing للسيل للmerchandise، أعطيتكم سؤال متكامل فيه sales و purchase و transportation cost. هذا السؤال إذا أنت عارف تحله السؤال اللي جايك بالفاينل جدا مشابه، أوكي؟ يعني رح يجيك merchandise sale merchandise purchase و transportation و payment وكل إشي، يعني زي ما زي السؤال الcomprehensive اللي إحنا حلينا. فإذا أنت عرفت تحل هذا السؤال رح تحل أسئلة الjournalizing لchapter 5. chapter 5 غير الjournalizing إيش كان فيه يا زينة؟ ويعني والحكي للجميع زي ما بقولوا، كان في الـ income statement calculation سواء كيف تحسب الـ cost of goods sold أو الـ net profit أو الـ gross margin وهكذا أو الـ cost of goods purchased.
برضه ممكن يجيك أسئلة multiple choice زي ما أنا جايبيت لك بأسئلة chapter 5، ممكن يجيك إنك to prepare جزء من income statement أو كاملة يعني زي ما أنا عملت لك، أو ممكن يجيك زي السؤال اللي هلأ سألت عنه زميلتكم إنه يعني fill in the blanks يعني missing information أنت بدك تعبيها. فإذا أنت عرفت تحل أسئلة chapter 5 اللي أنا معطيتك إياها على الإي-learning مش محتاج تحل ولا نص سؤال زيادة ولا ربع سؤال زيادة، أوكي؟ بالنسبة لشابتر 4 نفس الشيء، الكلوزينج انتريز سواء أنت بتحكي عن كوربوريشن أو عن سول بروبريتورشيب، أنا حليت لك عهيك وحليت لك عهيك، إذا عرفت تحلهم أسئلة الكلوزينج أصلاً ما فيهم تلاعب، هم معروفين close the revenue, close the expenses, close the income summary, then close the dividends or the withdrawals سواء أنت بتحكي عن corporation أو sole proprietorship. فهم بالترتيب، طبعاً ما تنسوا أنهم بالترتيب لازم تعمل لهم closing، هم هدول هم اللي closing entry. يعني إذا حليت سؤال corporation وسؤال sole proprietorship that's it، ما فيش داعي تعمل إشي زيادة، أوكي؟ correcting entries الأفكار اللي أنا حكيتها بالمحاضرة والأسئلة اللي أنا حليتها، واسمعوا المحاضرة يعني اسمعوا شو كنت أحكي بالمحاضرة غير الأسئلة اللي حليتها، اسمعوا شو حكيت وأنا بحل بالأسئلة. وآخر topic اللي هو classified statement of financial position، برضو الأسئلة اللي محطوطة على e-learning اللي هو يا multiple choice question أني أسألك هاد وين will be classified بأي category، أو إنه أجيب لك مثلاً زي السؤال اللي حلينا وحسبنا الـ current asset، الـ current liability، الـ non-current asset، الـ non-current liability وهكذا. برضو ممكن يجيك سؤال numbers وأنا أحكي لك أعطيني شو الـ current asset لهاي الشركة، أعطيني شو الـ current liability لهاي الشركة وهكذا. فالأسئلة اللي موجودة على الـ e-learning واللي أنا حليتها is more than enough. يعني أنا يعني معنى مش لازم أقول لك هيك، أنا I recommend you not to solve any more questions. أنا اللي بعطيك إياه بالمحاضرة is enough. أنا I know about, يعني أنا بعرف شو بعطيك. أوكي؟ وأنا اللي بكتب الأسئلة فأنا بعرف شو بجيب أسئلة. بس طبعاً المهم تكون بتحضر معي وبتفهم، يعني مش إنه يعني معناته اللي جاييني بالامتحان copy paste اللي أنت كتبتيه على البورد. لا، بدي يكون زيه أو مبني عليه أو مبني على شرح أنا بشرحه بالمحاضرة. تمام؟ فيعني أنا هذا يعني النصيحة للكل، إنه إذا أنت فاهم الأسئلة اللي أنا حليتها وعارف تحلها معناته أمورك تمام ومية مية، يعني خلص يعني ما في داعي for more questions. بس anyway إذا في سؤال معين حابين أحللكم إياه أعطوني إياه ويعني بحله، بس بكم تعطوني 2 minutes to wear my scarf، يعني أنا مش prepared إني أفتح كاميرا، فبس تعطوني وقت إني أفتح كاميرا. يا ريم Doctor, عندي أكم من هيك quick question. Okay, first of all, transportation, دايماً بكون shipping point إنه the buyer اللي بدفع صح؟ ما بيجينا الثاني. Yes, أنا ريحتكم وحكيت لكم the transportation cost تيجيكم إنها أنا كباير اللي علي بدي أدفعهم وبيكونوا cash. يعني مش راح أقول لكم إنهم on account عشان ما تخربطوا وتصيروا تدخلوهم بالaccount payable أو الaccount receivable أو هيك. أوكي تمام. وكمان إشي بيجي are we gonna get any posting questions؟ أنا I can't tell you إنه راح يجي posting أو لا. Okay. يعني ومش شرط مش شرط يجيكم posting زي ما إجاكم. وإمتى سؤال posting إجاكم بالميد ولا بالquiz؟ I think in the quiz. فكان في سؤال journalizing بعدين posting. حتى لو أنا في skills posting I need to test the skill تبعيت posting تبعيتكم، مش شرط أجيبها زي ما إجت بالامتحان إنه أجيب لك T accounts وأعمل posting للjournal entries. ممكن أنا to test your posting skills بإني أسألك عن numbers عن balances، أجي أحكي لك صار عندي كذا وكذا احسب لي البالانس النهائي، فأنا أنت لازم تكون تعرف تعمل posting لتحسب البالانس. فمش شرط إنه أجيب لكم posting exactly زي قبل، بس ال posting skills yes will be tested بالإكزام. Okay تمام. وكمان إشي عن ال okay in the closing chapter we would like do posting مثلاً for the income summary. Would you specify إنه إنه to do posting إنه
in the end versus in the before we completely close the balance? Hala, ana, if I asked about the balance of income summary, I need to specify, I need it before closing income summary or after. إذا حكيت لك what's the balance on income summary after closing only the revenue and expenses account, البالانس بالincome summary will be net profit. If I asked you what the balance of income summary after closing كل إشي, after I'm finished with the closing process, بدي يكون البالانس zero, لأني بكون خلص أغلقته. فإذا أنا عم بسأل عن الincome summary, لازم أحدد الclosing اللي صار فقط لأول two steps اللي هم revenue والexpenses, لأنه this means إنه هو هلأ في unit profit. ولا أنا I finished كل closing process وخلصت four closing entries, معناته راح يكون صار zero. ففor the income summary أنا I need to specify at which stage and I'm asking about the balance. Okay. Okay, تمام. و okay, عن ال هلأ you're gonna give us the order of liquidity في ال statement, صح؟ إذا أنا طلبت منكم إشي محتاج الأوردر, سواء أنا بحكي عن trial balance أو عن balance sheet, yes, أنا رح أعطيكم الأوردر. يا بحكي لك according لليكويديتي هيك هيك زي ما إجاكم بالميدترم, يا بحكي لك إنه list them according لهذا الأوردر, يعني بحكي لك الأوردر اللي أنت بدك تمشي عليه. أنا برجع I promise, إذا أنا حكيت لك عن balance sheet أو حكيت لك عن trial balance وفي certain order أنا مش معلمتك إياه, أكيد رح أحكيه بالسؤال زي ما إجا بالمد. أنا شو سأحكيت لك liquidity هيك, أنا صفيت لك إياهم ورا بعض, قلت لك اعمل هيك هيك هيك, يعني أنا مستحيل إنه أجي أحكي لك اعملهم على liquidity وأنا مش مفهمتك liquidity بالضبط how will be tested, مستحيل. هلأ مثلا لكن في أشياء تانية زي closing entries أنا معلمتك الأوردر اللي لازم تمشي عليه, ما بصير تقول لي أعطيني الأوردر لأني أنا فهمتك كيف الأوردر وشرحت لك إياه in details. Order, revenue, expenses, income summary, then dividends or withdrawals. ففي أشياء أنا ما أعطيتكم الorder, لكن بالنسبة للtrial balance والbalance sheet, إذا أنا مش معطيتك الorder كيف لازم يكون, yes, لازم أعطيك إياه بالامتحان. في آخر chapter في إشي عن when we were classifying, إنه مثلاً to put the current assets أول أو non-current assets, وهيك في order لازم هذا مش آخر chapter, قصدك chapter 4؟ chapter 4. Okay. إنه في order معين إنه مثلاً لازم نحفظها إنه في ال إنه the classifying of the balance sheet. هلأ هم الترتيب اللي هم حاطينه كانوا بالسلايد إنه حاطين ال current asset آخر إشي, يعني مبلشين ب long term investment, بعدين ال PPE, بعدين ال intangible كأنه كانوا, بعدين ال current asset. هلأ بما إني أنا ما أعطيتك إنه لازم تحطيهم بهذا الترتيب, أنا I will not test you in this. Okay. يعني مش راح. وبعدين كمان يعني الشركات عندهم ال option إنهم يبلشوا بال most liquid, يعني يبلشوا بال current asset first. فعشان هيك أنا لو حكيت لك رح أكون حكيت لك اعملي هيك وهيك وهيك. أنا زي ما حكيت لكم بالمحاضرة, أنا مستحيل أجيب لكم classified statement of financial position من A to Z, عشان هيك أنت مش لازم تقلقي من هاي النقطة أنه أنت كيف رح تصفيهم بالضبط, لأنه ما رح أجيب لك أصلاً classified statement of financial position تعمليها كل الكاتيجوريز, أول شيء لأنها time consuming, تاني شيء بintermediate one راح تاخدوها إذا أنتوا طلاب محاسبة, هي في chapter مخصص للclassified statement of financial position. فأنا بهمني in general يكون عندكم idea عن الclassified statement of financial position, مش تكونوا عندكم الability to prepare 100% classified statement of financial position. Okay. Okay, تمام. I'm sorry. أنا غلبتك بس بالأكل. لا, بالعكس. أنا I missed your questions, يعني. Like yeah. I have a checklist and I'm like putting checks into. بس أتأكد أكل من إشي for my anxiety. Okay. فكمان سأل عن هو مش هيك, أنا بصنفه اهتمام يا ريم. Yeah. Okay. Yeah, تفضلي. Okay. ف okay, the trial balance حكينا في أكثر من واحدة. هلا they're very no. Like, for example, the adjusted trial balance is basically the same thing as the first one, but it's adjusted. So, there's not much yes. we can do. And then yes, the بس رح يكون أنت في عندك accounts, البالانس تبعهم adjusted, في عندك accounts created during the adjustment process.
زي مثلاً ال insurance expense أو interest expense أو accumulated depreciation especially if it's your first period فما رح يكون كان عندك بال trial balance العادية قبل وهكذا يعني هذا يعني في عندك accounts كانوا already there بس ال balances تبعونهم صاروا updated لكن في accounts created خلال ال adjustment process فهدول أنت بدك to make sure إنه to add them when you prepare the adjusted trial balance. Okay. Depreciation, صح؟ زي the accumulated depreciation. بالضبط زي the interest expense, زي the insurance expense. يعني مرة إذا يعني ما كانوا موجودين عندي هم صاروا supplies expense. وهكذا yeah. في accounts could be eliminated. يعني إذا أنا عم بحكي عن prepaid insurance, so this is the last period of expiring the insurance. فكان عندي prepaid insurance في 100 JD و now it's expired in full صاروا insurance expense فالprepaid insurance صار البالانس تبعه zero إذا كان بحط prepaid insurance بحط البالانس zero بس النورم إنه أي حساب البالانس إلو zero will not be reported بالtrial balance فit will be deleted فهكذا يعني okay وأصلاً like in the question it, the balances are going to be listed فإنه أكيد like it's gonna be basically the same إنه بالضبط أصلاً الترايل بالانس أسهل إشي بالحياة لأنه يعني أنا لما أجيب لك ترايل بالانس وأقول لك اعملي لي adjusted already أنا عملت لك list للأكاونت فأنت بدك تمشي على نفس الترتيب لو أنا ما عطيتك adjusted trial balance وطلبت منك تعملي closing بعدين post closing trial balance فأنت بدك تطلعي الترتيب اللي كان بالadjusted trial balance وتشوفي شو الحسابات اللي تسكرت أو تعدلت وتعملي post closing بنفس الترتيب مع إنه to take into consideration أنه في certain accounts are now zero فما رح يكون لهم reporting في accounts مثل retained earning أو capital إذا عم تحكي عن سول رح يكون تعدل البالانس فبدك تعدلي okay yeah بالضبط إنه closing بس إنه اللي فيها شوي هيك إنه we wanna إنه calculate the owner's capital و يعني برجع بلخص لكم the post closing trial balance رح تكون the permanent account اللي هو asset liabilities و equity revenue والexpenses والwithdrawals slash dividends مش رح يكونوا موجودين رح يكونوا zero فخلص انت رح تشيلهم من البوست closing trial balance الحساب اللي needs to be updated اللي هو الحساب اللي بالequity إما capital الowner capital إذا بتحكي عن sole أو retained earnings إذا عم تحكي عن corporation هذا بدي نعمل له update لأنه إحنا we closed النت income فيه we closed withdrawals or dividends فيه okay اوكي تمام وال accumulated depreciation بكون لساته موجود صح يس لانه هذا permanent account تابع لل البي بي اي للاسيتس يس اوكي اوكي بس تاكد واخر سؤال عن ال اوكي متذكر when we were having that other revision lecture for the midterm and there was that one question about accrued expenses with wages what's it called the wages expense السؤال اللي هو انتوا كنتوا عندكم مشكله بالانتري تبع البيمنت دي مش الانتري تبع الادجستنج Yeah, yeah. Hello. Adjusting sahel until you know you have to sit there and kind of calculate the weekend and stuff and think about how America works. The payment day entry. Payment day entry. Okay. فكرته يعني انتو كان في اكتر من حدا عنده مشكلة فيه فا it's a good question. هلا ال payment day entry. اول فكرة تفكر فيها انه بما انه it's a payment day فال credit cash. هاي اخدتي جزء من العلامة. Okay. الكريدت كاش بالفول اماونت whether it's accrued or not يعني اذا انا كل اسبوع بدفع 4000 فالكريدت كاش 4000 بغض النظر هم ريليتد للبريفيوس بيريد اور ذا كرنت بيريد انت كل جمعه بدك تدفعي 4000 انت كل اسبوعين بدك تدفعي 10000 فالكريدت كاش هاي اول نقطه نكون منتهيين منها الديبت الديبت بده يكون مش كله سالاريز اكسبنس لانه في سيرتن اكسبنسز related للcurrent accounting period فإذا أنت قاعدة بتسجلي الpayment day بشهر خمسة السالاريز expense بدها تكون الاكسبنس اللي related لشهر خمسة فقط فبتيجي بتحسبي أيام العمل عن شهر خمسة فقط هاي هي اللي بتكون salaries expense طب الباقيين شو بكونوا؟ بكونوا payable اللي أنت سجلتيهم بالadjusting entry بنهاية الشهر اللي قبله فبتروحي بتشوفي قدي أنت سجلتي salaries payable بالadjusting entry وانت عليكي payable وقاعدة بتدفعيهم فبما انه payable اللي هم liabilities بيزيدوا بالcredit لما تسدديهم يا ريم وانك تحطيهم في الدبت
فالديبت رح يكون فيه حسابين، واحد payable to eliminate ال accrued expenses اللي صارت علي من الشهر الماضي، واحد salaries expense to record the expenses تبعون الشهر اللي أنا فيه اللي قاعد بعمل فيه payment. بس as simple as that. والأيام نفسه like us calculating مثلاً the days and like in which days get paid بكون واضح يعني صح؟ yes يعني بكون واضح أنا مثلاً عم بدفع عن 5 أيام، يومين إجوا بشهر 4 وثلاث أيام إجوا بشهر 5، معناته اليومين يعني 2/5 في المبلغ اللي دفعته هذا اللي راح يكون الأكرود، 3/5 بالمبلغ اللي دفعته هذا اللي بيكون إكسبنس شهر 5، وهكذا يعني بتكون واضحة. أو مثلاً باجي بحكي لك بدفع $200 باليوم أو بدفع $100 باليوم، بتيجي أنت بتقسمي الأيام حسب أنت أسبوع ولا أسبوعين حسب قديش هم بيدفعوا كل قدي. أوكي تمام. مثلاً okay, let's say the month ends on like the 31st versus the 30th. بكون واضح. بدك تكوني أنت عارفة الأشهر يعني. أظن إنه بكون واضح بالسؤال، بس يعني يعني قصدك إنه إذا حكيت لك جون أنت ممكن ما تكوني عارفة إنه جون 30 days مش 31. اطلعي على الكالندر تبعيتك على السريع وقلنه. خلاص هاي الوحيد الإشي اللي هغشش. بس هم سهلين يا ريم يعني. شهر جانيوري 31، فبراير 28، مارش 31، أبريل 30، ماي 31، جون 30، جولاي 31، أوغست 31، سبتمبر 30، أكتوبر 31، نوفمبر 30، ديسمبر 31. أيهم أنا عديت لك إياهم. خلاص حافظتهم هلا أنا شكرا. لا بس اطلعي على الكالندر على السريع اذا انت يعني you get confused. بس يمكن ما اظن انه يعني it does matter، ما اظن انها يعني بالسؤال مش راح تكون واضحه يعني. اوكي خلاص تمام. I think that's yeah that's it. عندي كمان سؤال بس ما له دخل في الهاي فبخليه له بعدين. طيب في حدا عنده any more questions يا شباب ويا صبايا؟ طبعا هاي المحاضره هلا انا راح انزلها على e-learning للناس اللي ما حضرت معنا. هلا صراحة أنتوا عددكم قليل يعني لألعبكم كهوت. هو أنا صراحة بحب دائما ألعب الطلاب كهوت. بتحبوا تلعبوا كهوت أو لا يعني؟ ما بعرف كنت يعني give me some feedback، حابين تلعبوا كهوت أو لا؟ فيش إرسال. دكتور إحنا مش عارفين شو هي يعني. صراحة دكتورة هو هذا هو كهوت فعليا. يعني أنا بسألكم أسئلة، بيكون عندكم limited time to answer. دائما أنا التوب 5 بعطيهم كل واحد بونص علامة. هو يعني interactive quiz، يعني مش إنه روح أعمل لي quiz أنتوا بتعملوه أنا معكم يعني بنسأل أسئلة. يعني أنا كنت عامل quiz على chapter 5 من الفصل الماضي، فبتحبوا تلعبوا إذا أنتوا حابين يعني. هو أنتوا بس بدكم تفوتوا على الويب سايت اللي اسمه كهوت، أو إنه كهوت يكون نازل عندكم as an application على الموبايل تبعكم. فبتصيروا أنتوا تطلع لكم الخيارات يعني، بعطيكم بين كود للجيم وبتصيروا أنتوا تلعبوا معي يعني، وبعطيكم البين كود تبعيت الجيم، بتصيروا تدخلوا الإجابة تبعيتكم. اللي بيجاوب صح وبيجاوب أسرع هو اللي يعني اللي راح يكون بالتوب 5 يعني، هو اللي راح يكون الفايز زي ما بقولوا. فأنا عادة بلعب الطلاب كهوت صراحة خلال الفصل. أنا المفروض كان ألعبكم بس مادتنا يعني شوي مضغوطة بأكاونتينج يعني، أنا بالكوست أكاونتينج لعبتهم صراحة، بس شوي المادة مضغوطة وما ما صح اللي ألعبكم. هلأ أنتوا عددكم صراحة قليل يعني، هي بدها كومبيتيشن يعني بده يكون في عدد. بس anyway يعني it's a fun game يعني، بتحبوا نلعبها بلعبكم إياها إذا أنتوا كلكم are willing إنكم تلعبوا، بس إذا 2-3 دوم يلعبوا بتصفي يعني useless يعني. فما بعرف حابين تلعبوا يعني، بدي opinion جماعي بدكم أو لا. دكتورة طيب هلأ بس اللي بدي اياه منكم، شايفين الكهوت؟ بس حطوا كهوت انتوا على يعني شوفوا انا وين فتت kahoot.com وروحت على play، لانك انت بدك تلعب يعني you don't need to sign in او anything يعني، بس اعمل play
بس إنه once you hit play بقول لك شو الجيم بين كود اللي أنا هلأ بدي أعطيك إياه، أوكي؟ وبطلب منك تحط اسمك، فحط اسمك ثنائي بليز عشان أنا بحطها بالريكورد تبع المادة إنه ليش أنا أعطيتك بونس يعني. فحط اسمك ثنائي، ما تحط لولو سوسو مش عارف إيش. دكتورة وين نعمل entering للنيم؟ هلأ هو المفروض يطلب منك بعد ما تحطي البين كود أو قبل، ما طلب منكم الاسم؟ طلب أظن مني بعد ما تحطي البين كود. آه بالضبط، فتعطينا البين كود. يلا هلأ it's generating بس بالدوات. طبعاً أنتوا على الشاشة ما رح يطلع عندكم choices، على الشاشة فعلياً هلأ بس يطلع البين كود. أنا رح يكون الشاشة طالع عندي هيك السؤال والquestions، أوكي؟ لا الquestions أحمر أزرق أصفر أخضر مع إشارة مربع أو كذا. أنتوا اللي بيكون طالع عندكم بس إنه الشاشة على الموبايل بتكون مقسومة four choices إنه أحمر أزرق، فأنت بدك تختار الخيار الصح. يعني الكتابة ما بتكون ظاهرة عندكم بس، فأنت بدك تطلع معي على السكرين تبعتي لا تعرف شو choices. انت اللي بيكون طالع معك هيك بهذا الشكل، زي هيك انت بتكون شاشة الموبايل تبعك. فاذا انت جوابك الخيار الاول اللي هو هذا الاحمر identification مثلا، بتروح انت بتختار هون الاحمر identification وهكذا، اوكي؟ يعني خلينا احنا نجربها بس عشان ما اكون غير عن الفصول الماضي، لاني دايما بلعبهم هاي اللعبة. هاي البين كود 7495237. طبعا كل واحد بيدخل على الجيم بيطلع اسمه هلا قاعد على الشاشه. يعني طلعت دخلت زينة ومارسيلينا وريم وراما وخالد ونور ولين. بس من وين بحط البين كود؟ بس تفوت على الويب سايت كهوت، اختار بلاي، بس تختار بلاي بقول لك اعطيني البين كود. وهاي ناتالي، يعني تمام. لسه في حدا تاني بده يدخل؟ انا دكتور عيني بس قاعد بكتب. يعني طبعا هي بدها سرعة ودقة، يعني بدك إجابة صح وبدك دقة، وحتى إذا بتجاوب إجابات صحيحة ورا بعض بتاخد سترايك. ف في حدا طلع، انتبهوا في حدا رجع طلع. هاي دخلتي أحمد. في حدا تاني لسه بدي يلعب معنا؟ صرنا 9. في حدا ولا خلاص نبلش؟ طيب يلا أنا راح أقرأ لكم الأسئلة عشان أساعدكم بإنكم تختاروا على الموبايل، أوكي؟ A merchandise company. شو الـ merchandise company؟ الأحمر receive fees only in exchange for service. الأزرق buy product from consumer. الأصفر earn it profit by buying and selling merchandise. والأخضر earn profit from commission only. شو الإجابة الصح؟ طبعا انتوا هيك شكلكم بيكون فعليا بامتحان الاكاونتينج، وانتوا تسالوني انه الامتحان طويل. جود اكسلنت، بالضبط معظمكم جاوب صحيح. هي الشركه اللي بتشتري وبتبيع مارشندايز. طيب هدول اللي كانوا اسرع، طبعا كلكم انتوا اللي موجودين جاوبتوا صح، اوكي؟ خالد كان اسرع واحد، بعدين لين، بعدين ريم، بعدين نور، بعدين مارسيليان. طبعا الريزلت ممكن تتغير حتى لو على اخر سؤال.
يلا هذا true or false question. Inventory is reported بالPPE section بالclassified statement of financial position. صح ولا غلط؟ صح أزرق غلط أحمر. ما قلتوا لي صحيح حبيتوا الأكاونتينج ولا كرهتوها بعد هذا الكورس؟ حبيناها دكتورة. أنا مني وعلي حبيته عشاني معك. أنا كتير بكره إشي اسمه أكاونتينج وماث بس معك جد حبيته. Thank you. إن شاء الله يعني. دكتورة أنا جاوبت غلط مش بالعمادة فما تفكريني غبية. طيب ماشي أكيد يا ريم بعد 4 أشهر مش هلأ أنا I will make a judgment about إنه أنت غبية أو ذكية يعني. أوكي أكيد الجواب غلط لأنه ال inventory will be reported بال current asset. أوكي اللي صار عنا إنه خالد ضل first بعدين نور زينة نتالي وراما حجير طبعا لأنه ريم جاوبت غلط فهي بطلت بدل التوب 5. طيب a company had net sales 3500 cost of goods sold 2000 ending inventory 500 شو اللي gross profit لهي الشركة؟ طبعا في extra information بالسؤال you don't need. بدي اللي gross profit أحمر 5500 أزرق 1500 أصفر 3000 أخضر 1000 تمام excellent معظمكم جاوبوا صح 1500 طبعا ال ending inventory this is an extra information النت سيلز 3500 بطرح منها ال cost of goods sold 2000 الجواب ال gross profit بيكون 1500 okay any questions عليه؟ طيب خالد بطل first زينة صارت first راما حجير second طبعا راما ماخد strike لأنها جاوبت كل إجابات صح ورا بعض أو إشي يعني ما بعرف كيف بحسب strike زي البولينج يعني بعدين خالد صار third نور أبو غوش ريم عيسى رجعت بالمرتبة الخامسة نعم yeah. The credit terms 2/10 and 30 are interpreted as كيف نقرأه؟ الأحمر 10% discount if amount is paid within 2 days or the balance due in 30 days. الأزرق 30% discount if paid within 2 days. الأصفر 2% discount if amount is paid within 10 days or the balance due in 30 days. الأخضر 2% if paid within 30 days. طابع. Excellent. أكيد الإجابة إنه ناخد خصم 2% إذا دفعنا خلال 10 أيام والمبلغ due within 30 days. شو صار معنا؟ راما حجير صارت first. خالد القاضي second. زينة third. ريم عيسى ونور أبو غوش. أوكي ممكن كل شيء يتغير على آخر إشي يعني فيلا ركزوا بآخر سؤال. أظن إنه سؤال سهل. Purchase discount under perpetual system is recorded as أحمر increase to inventory cost أزرق to decrease to inventory cost أصفر purchase discount account أخضر purchase allowance account شو بنسجل الـ purchase discount بالـ perpetual system تذكروا شو اللي بيزيد الـ inventory وشو اللي بيخفضه بيساعدكم على الحل ليه هيك الإجابات؟ أكيد الإجابة الصح decrease to inventory cost. إحنا لما نشتري بضاعة الـ original cost للـ inventory purchase price هاي بيزيد الكلفة. تتخفض الكلفة بالـ purchase discount والـ purchase return and allowance. بعدين بتزيد الكلفة بالـ transportation cost. متذكرين؟ فهي decrease للـ inventory. غريب في ناس كاتبين إنه الـ purchase discount increase للـ inventory. ما عندنا purchase discount account عندنا sales discount account بس احنا بالperpetual system ما بنستخدم purchase discount كل اشي بيصير على البضاعة will be reflected بالcost تبعيتها الاشي اللي بنقصها بنقصه واللي بيزيدها بنزيده اوكي
السيلز ديسكاونت والسيلز ريتيرن الاونس هاي بحاله البيع وليس بحاله الشراء. تمام؟ والله عارفه بس انه I'm not good under pressure. انا مش مبين عندي مين جاوب صح ولا غلط. Press anything. There was 5 seconds left. لا احنا ما هو احنا حلو يعني انه احنا يعني قاعدين نتعلم مع بعض بطريقه يعني شوي مسليه. طيب عندنا راما حجير بالثيرد بليس، خالد القاضي بالسكند بليس، زينه بس ايش اسم عيلتك؟ سلامه اوكي انا في جي بالاخر. زينه سلامه بالفيرست بليس. طبعا في ضل عندنا كمان بدنا نشوف الباقيين اللي بالمرتبه الرابعه والخامسه هلأ بيطلعوا طبعاً. ففي حدا كمان رابع وفي حدا خامس برضو راح ياخدوا بونس. قديش أنا وعدتكم البونس؟ كم علامة؟ 5 علامات دكتورة. الله أكبر. هو أنا بوعد يا واحد يا اثنين، أما هاي 5 علامات من عندك. حكيتي واحد دكتورة. خلاص أوكي. يعني أنا على فكرة بصراحة يعني ما يزعلوا مني الشباب، البنات دائماً صادقين أكتر يعني. طيب زينة، خالد، راما، ريم. طب هي كريم أخذتي لا بتقولي جاوبت غلط، ونور أبو غوش. طبعا ما في حدا جاوب الإجابات كلها صح، في ناس جاوبت 80% يعني عندها إجابة واحدة غلط، في ناس جاوبت 60% فعندها إجابتين غلط، لكن الموضوع كمان كان بيعتمد على السرعة. أوكي يعطيكم العافية شباب. وأنا أنا هلأ يعني علامة ولا علامتين هلأ؟ خلص علامتين إن شاء الله. دكتورة إذا فل وين بيروحوا على الفاينل ولا لا؟ يس على الفاينل، وإذا فللتي الفاينل تاخدي معي بمواد تانية إن شاء الله. خلص عن جد الفاينل واو هيتار أنه بتجنب أخذهم. هلأ هو بشكل عام إحنا ما مش مسموح لنا نزيد على الفاينل أي إشي، بس أنا إذا عامل بروميس لطالب ببونس يعني وزدت له إياهم على الفاينل يعني عادي يعني مش 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 مأساة، لأنه أنا عندي إيفيدنس إني معطيته بونس ما بقدر أحرمه منه. فأنتي أظن عندك إشي ميسينج بعلامة الكوزز أو الميد تيرم كأنه. أنا أخذت أصلاً I have plus 2 فهي كمان plus 2. ففي الفاينل إذا جبتي فول مارك بس تاخدي معي المرة الجاي إذا أخذتي معي. أوكي خلاص تمام. سيريت بتعطي accounting too. يا ريت. لا بس صراحة ما بعطيها على الصيفي معي computerized principles. مين بعطي accounting too هلأ؟ أظن دكتورة أسمى. دكتورة أسمى رائعة، ما بعرف إذا هي ماخد صيفي أو لا صراحة. عشان أنا ماخذها like I'm thinking of taking it as an elective. عشان إحنا in business we don't have to take it. But do you think it's a good idea to take accounting too؟ إذا أنت بتحبي accounting. And I love it. بس أنا خايفة إنه أنا biased صرت مشان بحب محاضرتك. هلأ ما بعرف إذا دكتورة أسمى ما أخذها على الصيف. دكتورة أسمى ممتازة بس أنا صراحة ما بعرف مين ما أخذها على الصيف. والله دكتورة وأنا كمان نفس الإشي، يمكن أسجلها عشان عجبتني محاضرتك. Yeah. بس خايفة دكتورة كيف كنا منحبك وبس بدنا إياكي أنت. فأنا يعني عشان نكون فاهمين هذا الحكي ما عليه علامات يعني ها. لا ما علي، هذا جد من محبة من قلب طالع يعني. ما علي دكتورة، أنت المفروض تدرسي كل المواد دكتورة. إن شاء الله إن شاء الله. والله أنا يعني يعني بصراحة يعني أنا أصلاً أكثر المواد اللي بحبها accounting one، لأنه أنتوا بتكونوا لسه بأول دراستكم عادة معظمكم ولسه متحمسين يعني. في مواد خاصة بالسنة الثالثة والرابعة بتكونوا الطلاب زهقانين هيك وبقتلوني يعني، فأنا بحب حماسكم، بحب إنكم تسألوا. يمكن عشان هيك رغم إنها أكتر مادة بتغلبني لأني أنا الكوردينيتر تبعها لحد هلأ أنا متمسكة فيها، لأنه بحب يعني هيك يعني بتكون المادة حلوة يعني. فأنا عن جد يعني بشكركم، وإنتوا دايماً بتعطوني موتيف إني أنا أعطي أحسن يعني بصراحة، وإن شاء الله إني ما أكون قصرت معاكم. Like what's the difference and إيش like what are the new things؟ بتصيروا تاخدوا more details، بتاخدوا more details about account receivables، بيكون في chapter كامل اسمه account receivables. بتاخدوا more details about the inventory وهكذا، بصيروا تاخدوا كيف the inventory valuation بصير. تاخدوا more details about the depreciation، تاخدوا عدة طرق للdepreciation، وبتاخدوا إنه في other assets بصير لهم amortization و depletion وهكذا زي natural resources بتاخدوهم. بتاخدوا cash flow statement لأنه ما غطيناها بaccounting one، هي شوي أصعب تاخدوها بaccounting two.
فالمادة شوي زخمة يعني بصراحة، بس مش إنها كتير أصعب من accounting one، بس المادة يعني فيها details منيحة يعني. Do you think like إنه إذا أخذته I graduated with like accounting one or accounting two managerial accounting بكون أنا كثير ماخذة هيك a good picture of accounting أو good background صراحة بتكوني أخذتي صورة منيحة يعني. أنا بعتبر إنه الكورس يس مفيد يعني، إذا أنتوا إذا يعني ما بحكي عن موضوع علامات بس يس الكورس مفيد يعني، وبتاخدي more insights about the accounting و يعني أنا I would recommend إنكم تاخدوا الكورس يعني، بس إذا أنتوا خايفين من موضوع العلامات لا يعني بدكم تديروا بالكم. نبين إنه علاماتهم واطين. لا لا أنا I don't know يعني ما بعرف يعني صراحة كيف علاماتهم، بس يعني ما هو مرات إنه أنتوا بتكونوا همكم العلامة أكتر من الاستفادة، فما بدي يعني يعني أنا بصراحة معروف عني شوي إنه علاماتي شوي أعلى من باقي الدكاترة، وأنا دائما يعني ما النقطة بتغلب فيها يعني، فمش مش لأي شيء، بس يمكن ما بعرف أنا بحبش أصعب الأسئلة كتير، بجيب أسئلة من شرحي يعني mostly، فما بعرف يعني صراحة يعني لحد الآن بقولكم أنا ما بعرف مين اللي ماخذ المادة على الصيفي، بس يعني أكيد في شوي اختلاف بطريقة الشرح، يمكن ما بيحلوا أسئلة على البورد، في شوية اختلاف يمكن طبيعة الأسئلة ما بعرف يعني، بتكون الأسئلة زي الشرح أو مختلفة يعني، وهي المادة شوي أصعب، فيعني دائما الطلاب بأكاونتينج 1 بيجيبوا علامة أفضل من أكاونتينج 2، مش يعني حتى لو أنا درستها يعني. فبس يعني هذا اللي بحكي لكم إياه، هي المادة مفيدة، لكن إذا أنت يعني بتدور على علامة يعني يمكن إذا في مواد أسهل خدها يعني. تمام دكتور، thank you so much. like إنه هيك بدي هيك إنه comprehensive overview. إن شاء الله. و thank you يا نور بعتي لي مسج، يعطيك أنت كمان ألف عافية. any more questions أو أي إشي؟ سلام عليك يا دكتورة. يعطيك ألف عافية دكتورة. شكرا لكم جميعا، شكرا لحضوركم اليوم، وأنا يعني بتمنى لكم التوفيق، وبتمنى أشوفكم يعني face to face صراحة. أنا بكره الأونلاين ليرنينج عشان ما بقدر أشوف طلابي يعني، أنا هلا أشوفكم بالشارع يمكن ما أعرفكم، بس إذا أنتوا شفتوني وبتعرفوني تعالوا سلموا علي. إن شاء الله يعني. دكتورة نحن بحصل لنا الشرف إن نشوفك جد يعني من أحسن الدكاترة فعلياً. إن شاء الله يا رب أكون قصرت معكم، أنا صراحة بهمني، أنا بعتبر هاي أمانة، وبتمنى بكرة أنكم لما تشتغلوا تعتبروا شغلكم أمانة يعني، شو ما كانت الظروف وشو ما كان في frustration حواليكم دائماً اعتبروا شغلكم أمانة، رح تسألوا عنه قدام ربنا وقدام ضميركم، فبتمنى إنه أكون زرعت فيكم هذا الشيء إنه شوفوا شغلكم أمانة، وإن شاء الله يعني إحنا هيك بنكون كلياتنا أحسن إذا كل حدا شاف شغله أمانة وأدى يعني من قلبه يعني. أوكي good luck يا شباب ويا صبايا، وإن شاء الله بنشوفكم دايما ناجحين وأهلكم فخورين فيكم زي ما أنا فخورة فيكم يعني. أوكي يعطيك العافية دكتورة. الله يعطيك العافية. الله يعطيكم دكتورة يعطيك العافية. شكرا شكرا كتير لكم، يعطيكم العافية. يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب.